في الخدمة هذه خويا عندي عامين. لا عندنا فما قسم ملي صغير معناها ملي حليت عيني خدمة الشاب أنا خدمة الوالد معناها عند الوالد يخدم في مارس سنترال وأنا شادين المشعل عليه. في الخدمة هذه خويا عندي 5 سنين بيع في المراوغ. مرة نحل مرة نقص مرة يخلقوني مرة فهمتني نرجع كل مرة كيف هي. نخدم في سوق خليط صغير عندي 35 سنة نخدم في الخدمة هذه عندي نصبة عايش منها. هذيك الخدمة اللي عندي أنا ما عنديش حاجة أخرى هذاك مود الرزق نتاعي. ما فما عاد شيء ما يتحصل شيء في تونس كيف وكا واحد ياكل في خبز تونسي يرقى وعلى ربي وكا وستر الله. والله بعد الثوره الامور صعبت شويه بدا فيها الغلاء والدنيا معنا والمواطن ما عادش يحب يشري الحاجه الغاليه وفهمت كل شيء غالي عليه ما ماشي بقابلات ولا سوال. قبل الثوره خير واضحه معناها هاي انسان باش تسال وباش يقول لك ديما قبل الثوره خير. احنا عملنا الثوره واحنا اخويا عملنا وكذا وخويا عبيد ترعت فيها فهمتني وعبيد زادت معناها زادت تحت. مصدر الرزق هذا ما يكفينيش خويا هاني شويه عرابه في السيف مزاودي فهمتني لكت خويا وفي الشتاء نرجع نحل مرو. والله مصدر الرزق هذا مش مكفيني على خاطر ولا انا عندي كليبه صغيره ونسترزق بها كيما يقولوا فيها ونصبة صغيرة ما عندهاش مدخول باهي اللي نجم نكفي به روحي ونكفي به العائلة. توكل على ربي كل نهار وقسمة، نهار فوق، نهار ونص، نهار موتة، الحمد لله ديما مستورة، صحتك بدم لاباس، يا ربي ورضاك، فهمني؟ ونطمعوا احنا مخير، إن شاء الله خويا ربي يسلمهم مخير. لا هو كل نهار وقسمة ما فيها، أما شوي شوي شوي، إيه تعاون روحك. ماكش مستحق وفي نفس الوقت ماكش باش تكون. ستيمانية بطبيعة الملي نقرا قبل نقرا وموخي مش فقط نقرا ونخدم في السوق كذا نكمل القراية نهرب من القراية نجي نخدم لهنا باش ندبر معناها فما ديال المصروف وكذا. والله أنا قريت حتى أنا ساسة في ذي ما كملتش إلا غالب ومني خرجت قطعت الخدمة ذي نخدم فيها. رميراني معناها ليسي ما كملتش رميراني وقفت غادي. ظلت العباد خويا مريقله معايا ولاد حومتي فهمتني باهيين ولاد حومتي يخدموا فيا يعاونوا فيا جاونا باهي خويا. ما نجمش يحقرك علاش خاطر كيما قلت لك سلسله مربوطه ببعضها ما نجمش انا ما نجمش نعيش بلاش كليون كيف ما نجمش نعيش بلاش الغلال ولا الخضار ولا الموجود فهمت سلسله مربوطه ببعضها كلها تعم مع بعض فما عباد راه كيفاش يخسرك اما عادي ما تعرف كيفاش تاخذ. نخدم الحمد لله يا ربي ورضاك صح بدي لاباس ما يهمنيش في العباد كل حد ربي معاه. لا قلت العباد عادي يقدروني نورمال ما يصعبش نخدم على روحي انا مشني نسرق ولا حاجه ولا انا نخدم على روحي. نظره العباد شنو هي نظره العباد؟ مش يجي ايش بيني وبينه ويقضي ويمشي على روحه وتصبح على خير. انا اخوي نعكز ومره اخوي بلديه مره حارس كل مره كيفاش نفضها اخوي. الشرطة البيئية قالوا لنا قصة تواصيل متاع انتصار قصينا توصيل شهرين 45 دينار وانا قاعدين ناصبين ولاباس. هما يخدموا واحنا نخدموا كرر وفرر هما يجيو واحنا نهربوا هما يجيو واحنا نرجعوا وهذيك هي الحياة. اعطيونا رخصة اخويا ندفع عدايات واعطيني رخصة اخويا خلينا نوكل صغاري انا خير. يعطونا رخص يعطونا بلايص فهمني في بلايص منظمة كل شيء ونخلصوا الدولة ونخدموا موظفينا. خويا اعطيني ما عرفش اعطيني رخصة اعطيني بشك اعطيني اي موضوع نخلص ادائياتي ونمشوا نخدموا. طب انت مرتاح وانا مرتاح لا تقلقني لا نقلق عندي وثيقه نستظهر لك بها اللي انا اموري قانونيه ماذا بينا على بلاصه معينه وكيما نقولوا فيها ونخلصوا كيما هكا ونخدموا منظمين وامورنا واضحه.